السيد الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزيرا للأوقاف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. حاجة اسمها قيادة دينية تبقى موجودة، لأن المفروض إن رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم. وفي حالة وجود أي مخالفة نتخذ الإجراءات القانونية.